عملنا برنامج بالنسبه للمنطقه هذه، ركزت على المنطقه هذه خاطر هي المحترقه المساحه نتاعها تعتبر معناها كبيره، كمنطقه غابيه باش نركزوا على غراسه الاشجار في المنطقه هذه المحترقه 25 هكتار، وفما مناطق تتجدد طبيعيا ندخل دونك ما نجم ندخلوا فيه كان تقريبا بعد عامين نجم ندخلوا فيه، واحنا التدخل نتاعنا في المناطق اللي تقريبا فيها غابه شعراء اللي الامكانيه نتاع التجديد الطبيعي مش ممكنه. البرنامج نتاعنا هو تخصيص 320 الف شجره يعني على مساحه 300 هكتار. اختيار اخذناه اليوم هو عين الصيد من معتمديه برج العامري اللي وقع يعني الحرق نتاعها في جوان 2021. شاركنا اليوم مع السيد الوالي في الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، وعطينا انطلاق لزراعة الغابة هذه وتجديدها خاصة بعد الحرائق اللي صارت في شهر جوان الفارط. والعيد الوطني للشجرة هو مناسبة باش نأكدوا على تونس خضراء، إن شاء الله تقعد خضراء ونعديوا للناشئة اللي هو الشجرة عندها برشا فوائد، أهمها هي الحفاظ على البيئة وكذلك الحفاظ على المناخ نتاع الطبيعة.